البرنامج برعاية مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. فلمتنا الحلوة النهاردة معانا رانيا ونور. أهلا يا رانيا. أهلا يا نور. أهلا يا مهدي. مساء الفل عليكم. مساء الفل جميل. أخباركم إيه؟ كويسين. ازيك يا نور؟ ازيك يا رانيا؟ توحشيني، ما ببقاش دايما معاكي، فبس والله وانت كمان بتوحشيني جدا جدا. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس شوية. هو موضوع بيمس طبعا كالعادة بتاعتنا، موضوع اجتماعي بيمس الرجل والمرأة، بس الموضوع حساس شوية. ليه بقى؟ لأنه هل الرجل المصري أو الرجل العربي بيقبل أن مراته تكون متفوقة عليه، سواء في المنصب يبقى منصبها أعلى من منصبه، أو مادياتها أو المرتب بتاعها أعلى من المرتب بتاعه؟ هنقول ان في انواع طبعا، من في او في لا او في هنسمع الاراء كلها ونتناقش فيها. ايه رايك رانيا؟ ايه رايك يا نور؟ اتفضلي يا رانيا. اتفضل لنا الاول طبعا. يعني اصل الزمن بقى غير الزمن، يعني بصراحه بصراحه زمان كان في، عارفه، نموذج سي السيد وامينه، وسي السيد هو اللي بينزل وامينه قاعده في البيت. لكن دلوقتي بقى سيد وامينه اتلخبطوا على بعض، يعني بقت سمينه بقت سي امينه. ايوه. فالموضوع بقى يعني انا ممكن اتغاضى علشان حاجات قصادها. يعني مثلا لو انا متجوزه راجل بيتقي الله فيا، مش لاعبي، شايف ولاده كويس، مش رامي الحمل عليا، ايه المشكله؟ ايه المانع؟ المانع انه ايه؟ ايه المانع ان احنا نشير؟ هي يعني الجواز او العلاقه دي عباره عن شراكه. صح؟ يعني صح. احنا بنشارك بعض في كل حاجه. اوكي. هو احنا يعني بس نشارك في هنا وهنا؟ لا لا بس طبعا في كل، بس يعني ممكن تشيلي خمسه على جنب. يعني ممكن اشير دي عاده الستات، دي عاده الستات، واسيب حته. بس اللي اقصده ايه يا رانيا؟ هو بيقبل ده؟ بيقبل انك تبقي متفوقه عنه؟ يعني انت مثلا مش شرط انهم في شركه واحده، بس مثلا تبقي انت مدير عام مش عارفه كذا كذا، زي مراتي مدير عام كده. ايوه. وهو محاسب في كذا. هي مش دي يا نور ليها اكتر علاقه بالثقه في النفس؟ يعني ما هي لو ما نزلتش احنا ما قدامكش حل تاني، يبقى انت هتشتغل ثلاث شغلانات علشان تقدر ان انت تكفي البيت وتكفي الولاد والمصاريف المدارس والكلام ده كله. لكن لو انا بقى عندي تصالح كده مع نفسي، وبقيت ان انا بقول لا ما فيهاش حاجه، احنا بنشارك بعض كل حاجه، ما فيهاش مشكله. دي عمليه ثقه بالنفس يعني. انا بشوف ان هي على حسب ثقافه الراجل وتربيته. يعني لو هو متربي في عيله فيها الام كانت بتشتغل والجده كانت بتشتغل وكده، وشايفهم يعني متربي وطالع على كده، اعتقد انه مش هيبقى عنده مشكله قوي في ان الزوجه تبقى اعلى منه في البوزيشن او في المرتب. وبرده على حسب نفسيه الراجل، يعني برده هي نفس الفكره، ثقه بالنفس ونفسيه كمان. يعني ممكن يكون واثق في نفسه قوي بس بيغير. بيغير، مش متضايق مثلا، غيران، هي ازاي اعلى مني؟ ازاي بتاخد اكتر مني؟ والست ممكن تكون ما قالتلوش حاجه، او مثلا ما عيرتوش ان هي مرتبها اكبر او حاجه، بس هي الفكره كلها ان هو غيران، انه ما بينه وما بين نفسه ازاي متقيمه احسن مني، وانا اللي المفروض اللي اكون احسن، وانا المفروض اللي اكون بصرف اكتر وكده. فيعني هي انا بشوف ان هي بتختلف من راجل لراجل. بس الراجل السبورتيف طبعا ده راجل رائع، ده يتعمل له تمثال، اللي هو ما بيفرقش مع مراته اعلى منه ولا لا، بالعكس بيبقى في ظهرها ومبسوط بنجاحها وشايف النجاح جزء من نجاحه. جميل جدا. انا شيء عايز اقولي حاجه، عايز اقول لك في شويه يعني، او في نوع من انواع الستات طبعا، يعني في شويه فلفل كده تحب تحطه. يعني مثلا بدل ما تقول له على فكره انا عايزه ابسطك بحاجه، وعايزه اقول لك ان تشجيعك ليا بقى كذا كذا، لا على فكره انا النهارده حصل لي كذا كذا، اما نشوف بقى انت هتعمل ايه. مورين شطارتك يعني. لا طبعا لازم دي يعني دي بقى واحده بتدور على خناقه. صح، دي بتدور على خناقه، بتختلق خناقه. انا شايفه معاكم ان الراجل عليه عامل كبير جدا، وهو طبعا الاساس ان هو يساند، لان الحياه خلاص احنا في عصر
محتاج ان الاثنين يشتغلوا وان الاثنين يساهموا في البيت، وان هي حتى يعني 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 لو ما ساهمتش في البيت على الاقل تبقى بتشيل عبء نفسها. الكوافير، مش عارفه اللبس، مش عارفه ايه الحاجات دي. المصاريف النصريه اللي ما لهاش علاقه. بس انا شايفه ان الست بقى كمان عليها عامل كبير جدا، ان هي اللي ممكن تحسسه ان هي هي في شغلها اعلى وكل حاجه، بس هي في البيت هي الزوجه، هي القطه، هي اللي دايما محتاجه له، هي اللي دايما اقل منه. مش اقل منه، اقصد ان اقل منه بمعناها اللي مش لطيف بالظبط كده. ان انا ايه، ان انا المستضعفه شويه، ان انا لا انت اكبر مني، انت اعلم مني، انت ممكن تكون عندك خبرات اكتر مني، انت مش تحسسه دايما بالحته دي لو هي ذكيه، علشان تعوض فرق الـ الواقعي ان صح. هي اعلى منه في البوست. ولولا تشجيعه ليها ما كانتش هتبقى كده. بالظبط كده. وتقول له مثلا ان احنا ايه عندنا مثلا في الشركه او في البنك فعلا الترقيات بتمشي اسرع قوي من عندكم. اللي هو مش هي بس هي الشاطره قوي يعني وانت اللي خايب، لا، هي الترقيات عندنا اسرع، الاعداد عندنا اقل فبيرقوا اسرع، مش يعني تعرف تجيبها ازاي بذكاء بحيث ان هي تكسب راحتها اولا وتكسب جوزها ونفسيته، وان ما يبقاش في خلافات ما بينهم. ده ثانيا، ده لولا انت في حياتي انا ما كنتش اقدر اعمل بالظبط كده مثلا. بالظبط طبعا، لولا مساندتك، وده حقيقي وده واقعي، لولا مساندتك ليا انا ما كنتش هبقى كده. طب نعمل ايه لو حصل حاجه عكسيه؟ ان مثلا عاده الست بتبقى عايزه تشتغل والراجل هو اللي بيقول لا انا عايزك تتفرغي للبيت وللولاد. ايه اللي يحصل بقى لو حصل العكس؟ لو الست عايزه تقعد في البيت والراجل عايزها تشتغل. وغالبا لو عايزها تشتغل هيبقى عايزها تشتغل مش عشان ان هي تشتغل، لا عشان تساهم معاه في البيت شويه. تفتكروا ايه موقف الست يكون ساعتها لو هي لا انا مش عايزه اشتغل؟ يعني ما هو بصراحه هيجي عليها يعني. يعني هيجي عليها بالخنقة. يعني مثلا لو أنا يعني مثلا بشتري لحمة في الشهر بإكس هيبقى إكس ماينس 3. لو بشتري هدوم هتبقى الهدوم بدل مثلا في كل موسم لا هتبقى مرتين بس في السنة. لو بروح الكوافير مفيش كوافير، ما أنا هقعد في البيت بقى خلاص. اقعدي بقى أنت اعملي بقى لنفسك. لكن هو الحياة دلوقتي ما بقاش ينفع فيها، ما بقاش ينفع فيها، ولا أنت تقدري حتى كست أن أنت تتنازلي عن أنوثتك. أنت برضو عايزة تهتمي بنفسك. ودلوقتي بنشوف في التلفزيون طول النهار البيوتي سنترز، ودي عملت كذا ودي هتقعدي بقى أنت في البيت بقى تعملي. وعلى فكره بس دي ما بقتش على قد، يعني ما نقدرش نقول على قد طبقه معينه، لا حتى في الطبقات اللي احنا متخيلين ان هي مش بتهتم بنفسها، لا هي عايزه تهتم بنفسها طبعا. يعني بشوف منهم كتير جدا بيروحوا لدكاتره التجميل. والنبي انا نفسي اعمل الحته دي زي ما بتشوف في التلفزيون. وزي ما بتشوف الستات كلها حلاوه، والستات كلنا بقينا كده فله ما شاء الله علينا، وشنا يعني مفروض سيراميك الحمد لله. فهم برضو من حقهم ان مهما كان انها لو حوشت شويه تعمل اي حاجه كده صغننه، حاجه مضايقاها، حاجه تعباها، حاجه مش عارفه ايه. وفي بعض الستات البطوطات يحبوا يقعدوا كده ستوته هنومه متهنمه وما تنزلش تتبهدل وما تتعرضش للناس والحر والمواصلات وايا كان، وتبقى فعلا عايزه تتستت زي يمكن تتستت دي. انا حاسه ان هي جمله ما اتقالتش من 20 سنه فاتت، انها تبقى ست متستته دي. فدي في زماننا ده دلوقتي هي غريبه شويه. ولو جوزها اللي طالب، انا اعتقد ان ده بيبقى يعني لو جوزها اللي طالب ان هي تنزل تشتغل وهي مش عايزه، فانا شايفه ان ده الست دي هتعيش في عذاب وضنا، لان هي هتنزل تشتغل وتحتك بالمجتمع وهي مش عايزه، ما عندهاش الباشن، ما عندهاش الطاقه دي. لو يا نور، لو قدرتها مثلا، لو هي خلفت اولاد وبالتالي هي مش قادره، وهو امكانياته مش سامحه، لازم هي تتنازل بقى. وهم ما حسبوهاش كويس وما اتفقوش كويس قبل الجواز ان احنا هنعمل كذا. انا شايفه ان العقد شريعه المتعاقدين. بالزبط. ان احنا من الاول لازم نتكلم هتشتغلي ولا لا، او هتشتغلي في الفتره الاولانيه ولا لا، او لو جبنا اولاد هتشتغلي ولا لا، او دخلك هيكفينا ولا لا، وهنعيش في انهي مستوى. لازم ده كله يبقى واضح جدا من الاول. بص يا مها، يعني هو دلوقتي بقى في حاجات كتيره ممكن تتعمل، شغلانات اونلاين. الحاجات دي ممكن يعني لو انا مثلا هدخل 3 قروش بس قعدتي في البيت هتخليني ادخل 1.5،
وانا عايزه اقعد في البيت هقعد في البيت. وساعتها انا ممكن استغنى عن الكوافير، ممكن يبقى مره واحده بس في الشهر انا قاعده في البيت بقى. مش ممكن استغنى عن شويه حاجات قصاد الحاجه دي. لكن ان انا ابقى قاعده كده ما بعملش حاجه خالص كده، قاعده كده يعني، طب لا يعني بطبخ وبراعي بيتي وباخد بالي من اكل بيتي ومن نظافه بيتي ومن اولادي ومن الحاجات دي، ما هي دي برضو مسؤوليه مش سهله على فكره. طبعا. لا مش سهله، هي مش سهله، مش سهله. بس الماده بقت صعبه قوي في الماده بقت صعبه جدا. يعني لو هي لو الراجل اللي عايزها باربي زي ما بيبص على التلفزيون والكلام والمشاكل الكتير اللي بتبقى من الخارج بتدخل في الداخل والمقارنات دي، هي لازم انها تهتم بنفسها. وهتهتم بنفسها ازاي؟ لازم يكون عندها ذمه ماليه خاصه بيها هي. كنت لسه هتكلم بقى في النقطه الماليه دي، الذمه الماليه دي بقى. عايزه رايكم في حاجه، لو هي بتشتغل وجوزها بيفرض عليها ان هي لازم تدفع في البيت زيها زيه، ايه رايكم في الناس اللي زيها زيه؟ يعني لو هو بيعمل 10 وهي بتعمل 5، لا هو يعني لا ما هو ممكن يقول لها ادفعي الخمسه كلهم في البيت. إيه خلاص انا بعمل 3 يعني. هتضطر تكدب عليه قصدك. يعني مش هي مش كده يعني، هو انا هعمل هو انا بعمل 3 لازم يكون في يا جماعه. انا ردود رانيا بتهلكني والله العظيم. انا بحب الحلقه بتاعت رانيا لاني بجد بسمع حاجات اوت اوف ذا بوكس بجد. خلاص 3 انا باخد 3 بس بسيطه. كدبت خلاص عادي. لا ما كدبتش، هو في 3 اساسي واثنين متغير. اثنين متغير اثنين كم ماشي خدتهم او ما خدتهمش. ايوه في اثنين كده يعني لازم كده اشيلهم. ما هو برده عارفه الست دايما بتبقى شايفه حاجات قدام، جهاز البنت، لا ده مش عارفه الولد هيبقى عنده ايه، لا بابا مش هيدخله التمرين فممكن انا ابقى ليه. دايما الست اللي عندها القصه دي، ليه دايما الست اللي عندها حته اشيل قرشين على جنب، في رجاله طبعا فيهم بس الاغلبيه بتبقى ستات ان هي اشيل قرشين على جنب علشان اعمل مش عارفه ايه، انجد مش عارفه ايه، اغير الستاير، ادخل الولد التمرين، اعمل ليه؟ كل ما هتيجي تطلب منه اول حاجه هيعملها هيبص في الموبايل. دي بقى هتوجع لي دماغي. طب بقول لك هو إيه؟ عارفه بيحمل هم ايه رانيا؟ هو دايما حامل هم الاساسيات اللي هو مدرسه الولاد مثلا اكل شرب مدرسه. بالظبط كده، اكل شرب مدرسه، نور كهرباء غاز، يعني عارفه ازاي، ميه، الحاجات دي. انما الحاجات اللي هي بتاخد بالها من الجماليات من خلال معاملتها مع الاولاد وطلباتهم والبيت، وهي قاعده في البيت فقاعده عينها على ان البتاع ده اتبقع مثلا، فعايزه نجد، عايزه لا خلاص انت دخلتي بده هتفضلي بيه. بالظبط كده. يعني اي حاجه تانية بقى مع نفسك. فعشان كده بالظبط، فعشان كده هي اساسي واثنين متغير. طيب خلونا طيب ناخد الاتصال اللي معانا دلوقتي. معانا دكتور رحاب العوضي، استاذ الطب النفسي، وهنسالها بقى في موضوعنا النهارده. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك، بس انا استاذ علم النفس السلوكي. استاذ علم النفس، اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. حضرتك سامع موضوعنا، احنا بنتكلم عن الزوجة لو مرتبها او البوزيشن بتاعها اكبر من الراجل، الحياة بينهم ممكن تكون ماشية ازاي، وهل الرجالة ممكن يكون عندها مشكلة او عندها غيرة من القصة دي؟ بعض الرجال هيكون عندهم غيرة ومشكلة واستنكار كمان، والبعض الاخر كلما كانت ثقته بينه وبين زوجته ثقة عالية، ثقة يعني بينهم نوع من انواع الود والتراحم، التفاهم، تبادل الاحترام، هيكون فرحان ان هي تتقدم في حياتها وان هي اعلى، او سواء بقى في السالري، سواء في البوزيشن، سواء في اي حاجه يعني هيعجبه اكتر. يعني بالعكس هيشعر بالفخر ان هي وصلت افضل منه واسرع منه. وطبعا حالات نادره عشان نكون واقعيين شويه، لان الرجل الشرقي بطبعه احنا لا ننكر دور الثقافات والموروثات الاجتماعيه والمعلومات الموروثة الخاطئة من الجدات والأجداد. وطبعا فيلم مراتي مدير عام كان ملخص القصة دي من سنين، من أكثر من 50 سنة حقيقي. لما الرجل استنكر أن زوجته كانت تكون المديرة بتاعته. فهي دي النقطة. بس الفكرة في أن لو الزوج كره نجاح زوجته، والعكس، وبرضه بعض السيدات بتكره أن زوجها يكون لديه منصب أو عنده شركة خاصة أو غير، بعض الحالات طبعا دي موجودة. الفكره لما يكون بينهم هذا الشعور يعني في هيبقى في خلل. هل يا دكتور ده بيبقى شعور بان انا خايفه لا يتاخد مني العين تبقى عليه او العين تبقى عليها،
ولا هي بتبقى غيرة انه هيشوف نفسه عليا مثلا، او هو او هي هتشوف يعني نفسها عليه، فده اتفضلي. حد ياخد حد من حد دي فكرة خاطئة تماما تماما، مفيش حد بياخد حد من حد، هو اصلا بيكون في حد عنده فراغ عاطفي، عنده سوء خلق في بعض الحالات، فمفيش حد بياخد حد من حد، في حد يعني الفرصة متاحة له انه يبعد. ما حدش صغير، اغلب الناس عندها النضوج والمسؤولية والفهم لمسؤولية الاسرة، فحتة انه هي هتعلى عشان حد ياخدها او هو هيعلى فحد ياخدها مين، ده فكر قاصر وسيء، واذا كان الفكر ده عدم ثقة طبعا، ده بيترجم لعدم ثقة زي ما قلت في الاول، لو هو واثق فيها وبيحترمها طبعا يسعده ان هي تنجح، يسعده ان هي تسافر تحضر مؤتمرات، يسعده ان هي تتولى مناصب قياديه لخدمه الوطن وخدمه الاخرين، يسعده جدا. ما هو الراجل بيخاف من كلمه جوز الست، ما كلمه جوز الست دي بتبقى صعبه قوي بصراحه، فهو ممكن يتصرف جوز الست ده اكسبريشن اتقال في الافلام العربي على زوج الست اللي هي خلقيا غير منضبطه، يعني لو حضرتك رجعتي كده الادوار فاتخذ منها الكلمه، او اتخذت من الرجل اللي شخصيته ضعيفه جدا وترك امور القياده لزوجته، فبالتالي طلعت عليه الكلمه الاكسبريشن ده اللي هو جوز الست. اغلب السيدات الناجحات بيكون زوجها زيها، هي بتختار زي شبهها، احنا لما بنحب اللي شبهنا، ده المفترض، وحتى بنعلمه لاولادنا لما بننجح بنحب يعني بنرتبط باللي شبهنا، لما بنيجي نتزوج او نصادق لنا اصدقاء المفترض يعني نتصادق مع اللي شبهنا. طب ازاي يا دكتور الست لو سيده هي بوزيشن اعلى وفلوس اعلى، ازاي هي لو ابتدت شايفه ان هيحصل مشكله في بيتها ازاي تحتوي الموقف ده؟ يعني قولي لنا السلوك اللي هي المفروض تتبعه ازاي علشان كل اللي بتسمعنا دلوقتي تقدر ان هي تاخد منك روشتة جميله. طيب احنا في عندنا بس فرقين في حالتين، في حاله اوريدي الزواج تم، هي سابقاه ماديا وبوزيشن وعائله، والزواج ده الى حد ما بيكون عنده علامات استفهام كتير، وبالتالي هي سابقاه وبيدخل بقى بينهم حته الحب والتنازل وهو هيتغير وانا هتغير والكلام ده، في بعض حالات منها نجحت والبعض الاخر لم ينجح، وفي اثناء الحياه العائليه الزوجه اكملت تعليمها، الزوجه اكملت دراساتها العليا، الزوجه جات لها فرصه عمل، اعتقد ان هنا بتكون الامور اسهل واحسن، لان طبيعي ان هو طالما سمح لها الزوج بان هي تدرس بان هي تخرج بان هي تكمل دراستها فهو هنا بيكون متقبل الفكره. الفكره هنا الزوجه خاصه مع سن اللي هو بعد الأربعين، بعد 45 بعد 50، وده كلام يعني مش ما يزعلش الستات، انا برضو تخطيت الأربعين يعني، فمش بأسيء لمن تخطوا الأربعين. بعد الأربعين بيحصل نوع من انواع الاضطراب الهرموني لدى المرأة، فبتبدأ تحس ان هي لازم تسابق الدنيا، لازم تلحق حاجات من الدنيا، بتبدأ تنفر من حياتها، تبدأ مش تتعامل بسوء مع الزوج بقدر ما هي تتعامل ان هي بتقول انا هفرض رأيي، انا هبقى احسن، انا هبقى افضل. هنا دي نقطة لازم الزوج هو اللي ياخد باله منها، هو اللي يحتوي الزوجة في الحالة دي. طبعا حالات الاضطراب الهرموني مش حالات سائدة عند كل السيدات، ده بنسبة 20-25%. الزوجة مش مطلوب منها في الرايحة في الجاية تتعالى على زوجها، مش مطلوب منها حتى في بلاش بس عن حتة البوزيشن، في ممكن يكون يعني تحتوي مثلا باستعمال طبعاً الكلمات البسيطة الظريفة اللي تشجعه، انا اللي بصرف على البيت، انا اللي ما في زوج حضرتك بيكون له وضع مثلا مادي وعملي حلو جدا في الخارج مثلا ورجع كان مهندس في الخارج ورجع بقى في البيت، في ناس بتحصل لها دروبات ماديه بيكون صاحب شركه كبيره وللاسف حصل له اضطراب مالي مع الاضطرابات بتاعت سوء المال، فبالتالي ما بقاش معاه الفلوس دي. فهنا دايما بنتكلم على فرق ان يكون في رصيد من الحب والاخلاق والحب والاحترام والاحتواء بين الزوجين، فبالتالي لما يحصل دروب زي ده يكون الاثنين يعني يقدروا يحتووا ويقدروا يمروا بالموضوع شويه، ما مش لازم الزوجه انا اللي صرفت وهو يقول لها يا ما صرفت عليك، اصل دي مش حياه زوجيه، دي حياه عدائيه، دول كده اثنين منتظرين لبعض الخطا، وان هو ده يقول لي ده انت اخطات ويشهدوا الناس والكلام ده، لكن المفترض ان الناس دورها في حياه بعض، دورنا اصلا في حياه بعض، سواء زوجين سواء اصدقاء سواء زملاء عمل، دورنا في حياه بعض الاعتماد على العاطفة، على الاحتواء، على تسهيل حياتنا لبعض، على ان احنا ما نجيبش المشكلة الأساسية ونفضل
نزيد ونعيد فيها فتحصل مشاكل أخرى. هي دي طبعا نقطة مهمة، الزوجة والأولاد والمحيطين، يعني الموضوع ما هوش خناقة. طب إيه رأيك يا دكتور في الراجل اللي بيفرض على مراته إن هي تدفع فلوس زيها زيه في البيت، هي مفروض تتعامل مع ده إزاي؟ هو هي بتشتغل للبيت ولا لنفسها؟ ما هو برضو كل لا بتشتغل أكيد عشان تساعد وعشان نفسها. ماشي طيب، هو هل البيت محتاج ولا مش محتاج؟ ما ده اللي انا بقوله لحضرتك. ما هو دلوقتي يا دكتور الحياه لازم يكون الحياة فيها الحياه صعبه، الحياه دلوقتي بقت صعبه، وبعدين ما بتتحسبش بالورقه والقلم، ما بتتحسبش انا هدفع 10 جنيه وانت 3 جنيه، بتتحسب الحياه العاطفيه والحياه الزوجيه، ما بتتحسبش 1 زائد 1 يساوي 2، مستحيل، دي حياه فاشله. الحياه الزوجيه والحياه العاطفيه بين الاخوات والاصدقاء بتتحسب 1 شخص انسان زائد انسان بتساوي 10 بتساوي 12 بيساوي يعني عدد من المشاعر العاطفيه. المنتج هنا بيكون عاطفه مش بيكون عمليات حسابيه. لو الزوج معهوش فلوس والبيت محتاج حاجه، المشكله ان الزوجه تدفع. هي هتدفع لمين؟ تدفع لاولادها، تدفع لبيتها، تدفع لحياتها. اما الزوجه يعني تغير حاجه في بيتها، بتغير لمين؟ ما عشان نفسها. ايه بقى هنقعد نتحاسب بالجنيه وال10 جنيه؟ لا ده مش منطق طبعا خالص. طبعا يبقى لها مصروفها الخاص، يبقى ليها حاجه لو اهلها بتساعد والدتها، ده موضوع برضو تاني حاجه، لكن مش اللي هو لا انا مش هديك مرتبي والا انت كده ما تكون غير مكتمل الرجوله ولا الذكوره، لا ده كلام برضو مش منطقي مع الاسره خالص يعني. روشيتا كافية وافية من دكتور رحاب العوضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا يمكن الدكتور رحاب ردت على اكتر من سؤال احنا سألناه وطرحناه وتناقشنا فيه مع بعض في الحلقة. انا بفتكر واحنا بنتكلم كده مسلسل يا رجال العالم اتحدوا، برضه حصل فيه تقريبا حاجه زي كده. استاذ حسين فهمي قعد من الشغل مذاكره المسلسلات والافلام كلها نور، كل الافلام والمسلسلات الحقيقه يعني موسوعه، لو قلت لها بالجمله هتفتكر لك بالجمله. امتى يعني؟ انا مش عارف قاعده. بصي ليلا ونهارا، نهارا وليلا بذاكر التلفزيون انا ووشي للتلفزيون وقفايا للبلكونه. دايما بنقول ان الاسلام ادى للمراه حق ان تكون لها ذمتها الماليه المنفصله عن الرجل، فهو في الاخر لازم نعرف ان هي من عندها هي بتساهم. فيبقى اذا مساهمتك دي لازم تكون بشياكه وبلطف ومن غير ما احسسه ان انت مقصر فانا بساهم. ده لولا مش عارفه ايه، لو انت كنت مكفيني أيوة. ما كانش حصل ان انا اشتغلت وما كان. الجمل دي بتاثر في النفوس لدرجه انها بعد فتره بتخرب البيت، لان هو بيبتدي يشيل. يعني هي مش ضروري الجمله دي في وقتها تعمل خناقه تسبب الطلاق، بس لا انت يعني وجعتيه في رجولته، اثرتي في رجولته، يعني هو حاسس ان هو المفروض يكون مكفيكي وهو لو عليه نفسه يكفيكي. صح. فحاولي انك ما تجرحيش بالكلمه، لان الجرح ده ممكن بعد كده تبقى اثاره مترتبه، واللي هي قاعده فتره على فتره بتتكون بتعمل انفصال في النهايه، وهو ده اكيد احنا مش عايزينه اكيد يعني. وساعات كمان بقى الراجل بيبقى بقى يعني خلاص بقى بيبقى توكالي بقى خلاص. ما هي هتعمل فما بقاش يفكر، او يعني ساعات بتقتل فيه الطموح، فهي برضو لازم ان هي تبذل مجهود ان هي يعني برضو تحتويه وتديه. فكرتيني وانت بتقولي كده بحاجه يا رانيا، ان برضو ما ننساش بقى المراه المعيله اللي هي بقت موضه في طبقات معينه. الراجل اللي قاعد في البيت ما بيشتغلش وقاعد يعني ما يشتغل، تجيله شغلانه يوميه اوكي، ما تجيلوش مش مهتم قوي، شاري دماغه وهي بتشتغل ويحكم عليها، وهي جايه مثلا تجيب له علبتين السجاير اللي هو عايزهم او تجيب له الاكل او تجيب له مش عارفه ايه، وهو قاعد في البيت النخوه راحت من عنده. بلط. ان مراتي هي اللي بتصرف عليا، ان مراتي هي اللي نازله تشتغل وانا طبعًا. اللي قاعد في البيت ما بعملش حاجه طبعا، وهو مش مضايقاه، يعني الموضوع ما بقاش بيضايقهم. هو ده اللي انا مستغرباه. يعني دي لو حصلت وجوزي مثلا بيشتغل وجاله حاجه عطلته عن الشغل وانا حاسه ان هو متضايق، دي هتخليني هاديه وهتخليني اعمل شقلباص علشان اعرف اجيب القرش اللي يسند بنتنا لغايه ما هو يفوق تاني. انما لما بحس ان هو قاعد ومش فارقه معاه، ويعني طالما الحاجه جايه والاكله، لو ما اكلش اكل بايت كمان، ده يقول لها ما باكلش اكل بايت، انت المفروض كل يوم تقومي تعملي لي. لا يعني. وبعدين بيبتدي بقى يشوف بقى ايه، هو هينزل يقعد على القهوه يلعب كوتشينه ولا هيلعب ايه،
وخلاص هي الحياة كده وهتعب نفسي عليها. معانا مكالمة جميلة جدا، مكالمة زي القمر. دكتورة أمل محسن استشاري الطب النفسي، صباح الفل ولا مساء الفل؟ احنا بقينا مساء الفل، معلش سامحونا احنا جوه الاستوديو فما بنبقاش دريانين. مساء الفل يا حبيبتي، ازيك؟ احلى بنات واحلى يعني احلى حاجه، انا بحبكم جدا يا حبيبتي. احنا بنحبك اكتر والله، وبنسعد لما بنسمع صوتك وارائك في كل موضوعاتنا اللي بتهم الناس كلها في كل بيوتنا. طيب ربنا يسعد قلبك وحياتك، ربنا يخليك. صححوا التايتل، انا استشاري الصحه النفسيه وليس الطب النفسي. استشاري الصحة النفسية، سامعه يا غادة؟ استشاري الصحة النفسية. وانا كتبت كمان يا دكتور عشان نقولها صح. يا حبيبتي كتبتها يا دكتور، ربنا يخليك. طيب احنا عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو اللي اكيد حضرتك كنت معانا فيه شوية، وهو أيوة. مسألة الراجل لما بيبقى عايش هو وزوجته عادي وزوجته تتفوق عليه في المنصب او يكون منصبها بقى اعلى منه وبالتالي دخلها بقى اعلى منه، مش كل الرجاله. اتفضلي يا حبيبتي. خليني افرق ما بين حالتين. اتفضلي. في ناس بتتجوز اصلا وعن قصه حب وتفاهم واحترام، ايوه، وهو عارف انه مراته اوريدي اعلى منه درجه، أيوة. مش عشان هو وحش ولا هي كويسه ولا كده خالص. هو ده الموضوع، يعني ده الواقع، خلاص هو جوازه هتمشي كده، فده المفروض ان هو ما يعني ما ينفعش خالص يعترض او يعني خلاص انت واخد الوضع كده من الاول. طيب فادي حاله. اوكي. اما الحالات اللي هي ما بتبقاش معمول حسابها، انه مثلا فجاه احنا عادي زي بعض، او انا كنت مديرك وبعدين فجاه مثلا رحت انت شركه ثانيه وبعدين الشركه الثانيه دي بقيت انت اعلى مني، فالدنيا مشيت كده. لو هو انسان متوازن نفسيا وعنده ثقه في نفسه ورجولته وبيحبها، أيوة. بس واثق في نفسه وتحت واثق في نفسه، دي تريليون خط، الامور هتمشي جميله جدا ومش هيكون في مشاكل. امتى بقى بيكون في مشاكل؟ ايوه. امتى بقى؟ امتى بقى؟ بصي يعني من خلاصه تجربه سنين طويله، اللي بتحصل مشاكل لما بيكون الشخص اصلا مش هي دي المشكله، هو عنده مشاكل اخرى. فالمشكله دي او التحدي ده لما حصل خبطت في حته عنده، ايوه، في بيته اللي اتربى فيه، فممكن احد الناس يبقى او مجموع شريحه من المشاكل تيجي من انه مثلا كان عايش في اسره فيها الوالدته او حد من قرايبه اللي يخصوه قوي، عمته خالته جدته، يعني كانت ست قويه وكانت اعلى من جوزها، وهو ده عانى منه بشكل او باخر مباشر او غير مباشر. فاول ما تيجي حاجه تلمس في الحته مع الماضي ده، في اللي هو في الباك جراوند عنده، الهنتريس كل الحاجات بقى المشاكل يبتدي يتلكك لها ويبتدي يتعمد يقهرها، لان هو مش قضيته ان هي بتقبض اكتر ولا اقل، هو قضيته ان هي ما تركبهوش. في الاخر كده اوكي، ما تعليش عليه، ما تسوقش هي، يعني لازم هو يحس برجل. ما تعليش عليه، دي كلمه بيستعملوها في كل يعني تفكيرهم يا دكتور. ايوه انا بقول لك بلغتهم، انا بتكلم بلغه صح الراجل. صح. يعني صح. انا دلوقتي لو راجل ومراتي حاسس انها اعلى مني فجاه، وانا اصلا عندي عقده من الست المتسلطه، او شفت بابايا مقهور، او مامتي مسيطره صح. عليه، او جدتي مسيطره على جدي، او عمتي مسيطره على يعني حد اثر في شخصيته وفي حياته، فاول ما هتقربي من المنطقه دي هتلاقي الدنيا ولعت وبدون داعي. طيب نقول ايه يا دكتور امل في حد زي ما قلنا بقى المثال الاولاني اللي هو هم داخلين ومتفقين على كده والوضع قائم كده من الاول، بس بعد كده لما جت الممارسه بقى في الحياه، لا انا مش قادر اقبل ده، مش قادر اقبل ده. هنا بتبقى الست ليها عليها دور من فضلك يا ماما. ايه بقى الدور؟ تمام. الست الذكيه اللي عايزه تتوازن ما بين نجاحها في شغلها ومنصبها في شغلها، نجاحها كامراه، لانه خدي بالك انا عايزه اقول كلمه كده لكل الستات والبنات، انت بطله في عده قصص. ايوه. بطوله مطلقه. انت بطله في قصه انك زوجه، وانت بطله في قصه انك في بوزيشن حلو في شغلك،
تمام. وانتي بطلة كأم، وانتي بطلة كابنة، وانتي بطلة كابنة. عايزة تاخدي 10 من 10. أيوة. وتبقي أشطر واحدة في الدنيا، لازم يكون شغلي ده كفاءة ومعلومات كفاية ازاي تسوقي وانتي طالعة الأولى. تمام. اوكي، في فرق كبير قوي اسوق وانا طالعه الاولى، وفرق ان انا واخده الرخصه مثلا بواسطه، ولا مثلا ضربه شهاده نظر، ولا صح صح. وانت سايقه وانت واثقه في قدراتك، بتبقي سايقه ومطمنه وتمام. وانت سايقه وانت مهزوزه او حاسه ان في حاجه مش مظبوطه، هتبقي ماشيه يا رب استرها، وبتبصي يعني هتبقي مضطربه جدا، متوتره. صح صح. فالست الذكيه تعرف تسوق بطريقه ذكيه من غير ما توري لقدامها ان هي بتسوق. بمعنى انا مش بسخن الستات ولا بقلل من دور الراجل. بمعنى ان انت عشان تحافظي على نجاحك في عملك وتحافظي على نجاحك كزوجه، لازم تبقي عارفه المفردات واللغه لان كل راجل غير التاني. مفتاح جوزها عند اي راجل بشكل مطلق يحس برجولته. اكيد لو حس برجولته واهميته بس خلاص اتحلت المشكله. الموضوع صح. فالموضوع بقى كل واحده عارفه جوزها ازاي، منين تحسسه بكيانه وبرجولته. لو صح. هي بتاخد 1,000,000 جنيه هو بياخد 1,000 جنيه، وهي ذكيه مش هتحس بمشكله. هنا الدور على المراه، معلش مش على الراجل. صح صح. لازم تفضل تلجأ له وتاخد منه مصروف عادي جدا، وتقول له ما تعمل لي كذا، طب تعالى نروح نحط بنزين سوا، طب انا خايفه مش عارف انزل اعمل ايه لوحدي. لازم يحس ان هو شايلها فعلا. هي كمان تكبر كل حاجه هو بيعملها لها، مظبوط، حتى بسيطه. صح، تخليه يعني سوبر هيرو بالظبط. والكلمه السايبه صدقه يا جماعه، يعني الستات مش هتخسر حاجه لما يبقى عندها في لسانها كلام حلو وبتقدر جوزها فعلا من قلبها. مش بقول لها مثلي، بقول لها بس. انت عارفه برضو يا دكتور، ساعات الست كده بتبقى عندها حته فلفل كده برضو. يعني عارفه اللي هو، طب والله غيظه، ما مش عارفه ايه التليفون اللي خده ده، طب والله لا نكد عليه. اكيد كان غيظها قبل. اكيد يا جماعه نصيحه، الطريقه دي ما بتعمرش علاقه، صدقوني ما بتعمرش بيوت. صح، ما بتعمرش بيوت. صح صح. الست الذكيه هي اللي تعرف تكسب جوزها وتحسسه بقيمته، عشان هو كمان يحسسها بقيمتها. صح صح، هي حاجه متبادله. طب ده يخلينا يا دكتور نقول، انا قاعده عماله بفكر في كلام حضرتك، حاسه كده انه في الحته دي بالذات، في حته الكلام الحلو، وانه الواحد يحس بشخصيته بنفسه، انه الراجل عامل زي الست شويه، زي ما الست بتبقى عامله زي الزرعه اللي لازم تتسقي وتتقال يتقالها كلام حلو عشان تفضل مفتحه على طول. الراجل برده متهيألي عنده طبعا نفس الحته دي، طبعا الحاجه اللي تعزز رجولته، الحاجه اللي تعزز قوته، واللي تعزز مكانته في البيت ومكانته في عين مراته. صح؟ طبعا طبعا. وده ما بيقللش من المراه، بالعكس خالص. طب انت مع ان الست تبقى يعني شايله قرشين على جنب ليها يا دكتور؟ والله انا مع ان الانسان يدير حياته بالطريقه اللي تطمنه وتسعده من غير ما يجرح حد. يعني لو هي دخلها كبير وتقدر تحتفظ او تحوش، هو انا بشوف مش من الطبيعي، يعني انا بشوف لو ناس متحضره هو مش لازم يسالك انت شايله كام؟ وبرده ما تساليهوش انت شايل كام؟ والله هو جه سالك نتشارك، عايزين نشتري البيت ده بالتقسيط. هي وشطارتها بقى يا دكتور، هي وشطارتها. بشكرك جدا دكتوره امل محسن. بعد الفاصل عندنا نموذج لامراه عصاميه. الستات فعلا لما بتحط في دماغها حاجه فعلا بتبقى بميت راجل. روح لفاصل ولسه مكملين. البرنامج برعايه مصر محتاجانا كلنا دلوقتي ان احنا نقف جنبها. عبير عصام الدين، ام الرجال وايقونة الكفاح والنضال، المرشحة في انتخابات مجلس النواب رقم 44، دائرة 6 اكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات.
تبوأت عبير عصام الدين مكانة كبيرة في المجتمع ومناصب عديدة، أصارت عبير عصام الدين رمزا يشار له بالبنان بين أقرانها، وباتت الأقدر بحصد المقعد الانتخابي. مصر محتاجانا كلنا دلوقتي ان احنا نقف جنبها. عبير عصام الدين ام الرجال وايقونة الكفاح والنضال، المرشحة في انتخابات مجلس النواب رقم 44 دائرة 6 اكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات. تبوأت عبير عصام الدين مكانة كبيرة في المجتمع ومناصب عديدة، أصارت عبير عصام الدين رمزا يشار له بالبنان بين أقرانها، وباتت الأقدر بحصد المقعد الانتخابي. مصر محتاجانا كلنا دلوقتي ان احنا نقف جنبها. عبير عصام الدين ام الرجال وايقونة الكفاح والنضال، المرشحة في انتخابات مجلس النواب رقم 44 دائرة 6 اكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات. تبوأت عبير عصام الدين مكانة كبيرة في المجتمع ومناصب عديدة، أصارت عبير عصام الدين رمزا يشار له بالبنان بين أقرانها، وباتت الأقدر بحصد المقعد الانتخابي. البرنامج برعاية ورجعنا لكم تاني في لمتنا الحلوة، ولسه مستمرين معاكم في حلقتنا. دلوقتي معانا نموذج من السيدات، نموذج مرأة مشرف جدا جدا، ست تقدر تقول عليها بميت راجل وانت مرتاح، وفي نفس الوقت ليدي وشيك، عارفة كويس قوي دورها في الحياة، وعارفة هي جات الدنيا علشان تعمل ايه، وعلشان تساعد مين، وعلشان تحل مشاكل مين. دورها في المجتمع بدأ من أكتر من 30 سنة، دورها في دايرتها اللي هي مرشحة عنها دلوقتي، دايرة 6 أكتوبر شيخ زايد الواحات والهرم، بدأ من أكتر من 30 سنة. الناس كلها بتشهد لها بالنزاهة، الناس كلها بتشهد لها بالكرم، بالطيبة، بالجدعنة، بالأخلاق. احنا معنا دلوقتي البنت، بنت الصعيد، مش هقول البنت بقى، بنت الصعيد، السيدة العصامية أستاذة عبير عصام رفعت، مرشح مجلس النواب ورئيس المجلس العربي سيدة الأعمال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم. بيقولوا الإنسان من اسمه نصيب، طبعا صح. فشوفي انت لسه بتقولي العصامية عبير عصام، يعني سبحان الله فعلا الإنسان له نصيب من اسم. صحيح. زي حضرتك استاذ عبير، ازيكم؟ نورتينا. انتوا اللي منورين الدنيا بحال. اخبار يعني انا عارفه دي اكتر فتره بقى المجهود بجد، اللي هو الايام اللي قبل الانتخابات، واللف على الدايره بتاعتك، انت الدايره بتاعتك كبيره جدا جدا. صحيح. قولي اخبار ايه ومقابله الناس ليكي ايه وطلباتهم منك ايه، احكي لي كده شويه. هو الحقيقه انا بعمل ده بقالي 30 سنه. فكره اللف على الاماكن والتحركات والعمل العام والخيري والمجتمعي، لكن في الوقت ده كنت فاكراه فضل. انا اللف دلوقتي فرض، فانا فرض عين. فانا الحقيقه يعني الدايره كبيره جدا، وطبعا الهرم تاني نقولهم، معلش نقول 6 اكتوبر دايرة. الشيخ زايد، الهرم الواحات. اوكي. 6 اكتوبر والشيخ زايد دي يعني انا بعتبرها مملكتي يعني، فمش ببذل فيها جهد كبير، ودعم طبعا الكيانات الكبيرة الاستثمارية والكيانات المجتمعية الحقيقة ساند معايا وشايل عني كتير جدا جدا. ومبارح تحديدا يعني جمعية المستثمرين ومجلس الأمناء وأصدقائنا في الجمعيات الأهلية، يعني مبارح فقط تكتلوا كلهم على ان صوت 6 اكتوبر والشيخ زايد يعني ان شاء الله يكون من نصيبي. وانا يعني بشكرهم على الملأ الحقيقه. امبارح كانت صوره مشرفه جدا للوعي السياسي والانتخابي في المجتمعات العمرانيه الجديده. الهرم الحقيقه عملت زياره مع احد اصدقائنا المرشحين برضو لمجلس النواب. انا عايزه بس اقول ان التنافس شريف والتنافس مكمل، مش لازم يبقى التنافس فيه عداوه، لان الانتخابات هتخلص بعد اسبوع، اللي هينجح ينجح واللي هيكمل حياته في العمل المجتمعي هيكمل. فكان دكتور عصام عبد البر الحقيقه احد مرشحي الهرم،
خدني في زياره كده لاحدى المراكز الطبيه، قد ايه كنت سعيده، قد ايه انبسطت بلمه الاطفال الصغيرين ان هم شافوا وجه جديد. يعني دكتور عصام يعتبر منافس، بس احنا شوفي بنتكلم على ارض الواقع. لا يعني عملتوا مع بعض صحيح. جوله، واحنا ما كناش نعرف بعض، يعني احنا ما نعرفش بعض قبل الانتخابات، لكن الحقيقه لما شفت هو عامل ايه وعامل ايه للشباب وعامل شارع باسم الشباب في الهرم ورحت المركز، الحقيقه يعني كانت حاجه مشرفه. وانا لو ما كان ليش نصيب اللي وعدت بيه امبارح هعمله برضو ان شاء الله. وطبعا انا بقول ان لو المرشحين ببرامجهم الانتخابيه اللي بيشتغلوا وبيقولوها وقت فتره الانتخابات كم يعني لم يحبطوا بعد لا قدر الله عدم النجاح وكملوها، انا شايفه ان الدوله دي عمرها ما هتحتاج ان احنا يعني يبقى عندنا مشكلة في تنميتها. ده حقيقي، ده حقيقي. كنت عايزة أسأل حضرتك عن برنامج حضرتك الانتخابي، ويعني لو لا قدر الله، طبعا ما نتمناش، لو لا قدر الله حضرتك ما كنتيش في مجلس النواب في الفترة دي، هل حضرتك هتنفذي جزء منه على أرض الواقع فعلا، ولا هتستني للدورة اللي جاية؟ هو الحقيقة السؤال ده متجاوب عليه، لأن ما فيش حد بيعمل عمل خيري واجتماعي لمدة 30 سنة عشان يكون انا عايزه اوضح للناس اكتر، يكون حقيقي. بيجهز الانتخابات، يعني الانتخابات كل 5 سنين في انتخابات. يعني معنى كده ان عدى عليا 6 مرات للانتخابات وما بطلت الشغل وما فكرتش في الانتخابات. فاقصد يعني لو ما كانش عندي حظ، يعني اكيد انا بكمل خطه للتنميه وللاخلاق وحاجات ليها علاقه بالتعليم والرياضه. وانا فقط المجلس النواب انا بعتبر وسيله مش غايه. يعني فقط هيؤدي بيا لحاجات يعني يمكن تكون تشريعيه اكتر، يمكن تكون قانونيه اكتر، يمكن سهوله لبعض الوزارات اكتر، لكن في كل الحالات اللي قدر يشتغل 30 سنة يقدر يكمل حياته بنفس الطريقة. يعني بالظبط، وده منتهى القوة. طب عايزة أسأل، يعني أول الحاجات دايما الواحد إيه بيتخيل كده إن هو طب أنا لو فعلا فزت إيه أول حاجة هتمنى إن أنا أقدمها، أول حاجة تخطر في بالي عشان الناس تحس بإن عبير وصلت، عبير نجحت، عبير عملت كذا؟ هو الحقيقة أنا التوظيف أهم حاجة بالنسبة لي، لأني أنا في مدينة صناعية وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين وموجودة في الغرف التجارية. يعني نجحت في انتخابات كده من كام يوم، نجاح الحقيقة أنا بعتبره مشرف لوجود المرأة في الغرف التجارية في قطاع الاستثمار العقاري. يعني بشرة خير ولمتكم الحلوة، يعني واضح انها وشها حلوة عليا. يا رب يا رب. اصبح لي يعني كرسي مهم جدا في الغرف التجارية شعبة الاستثمار العقاري. ما شاء الله. فده مكان مهم برضو له علاقة بالتشغيل والتوظيف، مع وجودي في جمعية المستثمرين، مع المجلس العربي لسيادات الاعمال، مع نقابة الصناعيين المصريين، كل الكيانات اللي أنا موجودة فيها في مجالس إدارتها. المفروض أني قد ما كنت بعمل توظيف الفترة اللي فاتت أعمل قده مرتين ثلاثة لو أنا يعني موجودة في مجلس للنواب. مهتمة طبعا بالصناعات الصغيرة، مهتمة بالتدريب والتثقيف، مهتمة بصحة المرأة والطفل. لا هي ملفات كتير، بس أنا عشان مشوشة طبعا لأني بسلم على الناس وبحييهم على وقفتهم جنبي، الحقيقة هيبقى الأفكار مرتبة أكتر من كده. طيب احنا الحقيقة فقرتنا النهاردة مقسمة لقسمين، قسم كنا بنسأل فيه أستاذة عبير عن الحاجات اللي حصلت أو تمت في الفترة اللي فاتت ما بين الحلقة اللي كانت منورنا فيها الأسبوع اللي فات والحلقة دي، وكمان جزء تاني وهو اسأل عبير عصام. ومعانا دلوقتي على التليفون الإعلامي والصحفي كابتن أشرف محمود. أهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن أشرف. مساء الخير على حضرتك، ومساء الخير على مدام عبير ضيفتك العزيزه وكل اسره البرنامج وكل مشاهدي المحور في كل مكان. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في اللمه الحلوه. اتفضل بحضرتك استاذ عبير عصام. اولا اهلا بيكم، واسم البرنامج عاجبني قوي، اللمه الحلوه. يا رب دايما دايما المصريين كلهم في لمه حلوه. وطبعا ست عبير اكثر واحده ينطبق عليها لقب سيده اللمه الحلوه، دايما وابدا اصحابها متعددي يعني الانشطه ومتعددي الثقافات والابداعات، وبالتالي
صالونها دايما بيبقى عامر وزاخر بالعقليات الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والرياضيه. وبعدين انا سمعتها وهي بتتكلم على كل المنابر والمجالس اللي هي عضوه فيها ونسيت الشق الرياضي بتاعها، وشق كبير جدا وعظيم جدا ودور ملموس قوي مع نادي اسوان اللي بنهنيها انه تمكن من البقاء في الدوري الممتاز. عايز اسال مدام عبير عشان ما اطولش عليكم، حضرتك ليكي باع كبير جدا من خلال علاقات كثيرة توطدت بوجودك عضو مجلس إدارة في القوس والسهم قبل كده، ثم مع الثقافة الرياضية بقالك 11 سنة، وبالتالي علاقاتك امتدت لوزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية. إيه اللي ممكن ينعكس على المواطن في 6 أكتوبر والشيخ زايد والجيزة والهرم وفيصل ومعاهم المنطقة النائية الجميلة اللي احنا دايما ما بناخدش بالنا منها لكنها ممتازة بالنسبة لنا، الواحات؟ ايه اللي ممكن تقدميه لحضرتك من الباب الرياضي لكل دول وبالتحديد بخص تاني اهلنا في الواحات؟ استاذ اشرف الاعلامي الكبير واخونا يعني وعميد الصعيدة يعني الاعلاميين، الحقيقة انا ما نسيتش الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، لكن لما عدت الاماكن كان له علاقة بالاستثمار والتوظيف. لكن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية اللي بأشرف أكون فيه طبعا الحقيقة له علاقة بالتنمية والتنوير، فكان هياخد جملة لوحده. أنا بشكرك جدا، لكن الحقيقة طبعا كلنا زي ما أنت عارف بنشتغل على حاجة ليها علاقة بالثقافة الرياضية. الاتحادات النوعية كلها اللي معانا اللي بتأزرنا، معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي اللي كل ما بنقدم له خطة عمل من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية الحقيقة بيبقى داعم ومشجع بالحضور وبالرعاية. الأولاد اللي احنا عايزين نطلعهم في اللعبات الفردية يعني تنس الطاولة وحاجات كتير جدا يمكن الناس مش عارفة عنها حاجة بسيطة، ونقدر في مراكز الشباب وفي الجمعيات الأهلية نحط ترابيزات للتنس، نحط معلومات للثقافة الرياضية من خلال اتحادنا اللي احنا كلنا موجودين فيه اللي فيه القامات الرياضية والفنية. الحقيقة كمان توجهنا للصعيد في ظل كانت أسوان عاصمة الثقافة، ويعني الحقيقة احنا لو انا اتكلمت عن الثقافة الرياضية ووجودي فيها والدعم اللي هنقدمه في الفترة الجاية لو كان في نصيب أو مفيش، الحقيقة دي خطة مدروسة وحضرتك علمتنا النظام في دعم الرياضة والمجتمعات الرياضية والأبطال في الألعاب الفردية، فإن شاء الله يعني هنعمل خطة ترجع على المجتمع في 6 أكتوبر والشيخ زايد. وزي ما قلت حضرتك الواحات ملف مهم جدا جدا، يعني محتاج فعلا تشجيع للرياضة والملاعب ومراكز الشباب، فإن شاء الله يعني الفترة الجاية هنكون عند حسن ظن الناس في الجزء الرياضي، لأن ده يعني دي ثقافة الشعوب تبدأ من الرياضة. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الإعلامي والصحفي الكبير كابتن أشرف محمود اللي كان منورنا دلوقتي على التليفون، ويمكن الناس السادة المشاهدين وهم بيسمعوا حضرتك بتتكلمي ما شاء الله عن الاستثمار وعن التوظيف وعن العمل الاجتماعي والخدمي، وكمان في جزء رياضي يمكن يعني ما اعتقدش انه في ناس كتير مصدقه انه مرأة جميله زي ما حضرتك زي ما هم شايفين حضرتك دلوقتي وليدي كده بتهتم بكل القطاعات دي من مجالات الحياه. حضرتك بتقدري توفقي بين كل ده ازاي؟ هي الحاجات دي كلها مكمله لبعض على فكره، يعني الاستثمار والرياضه والتوظيف والمواضيع المجتمعيه. لا صعبه صعبه يا استاذه عبير، معلش. لا 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 ما تقوليليش مكمله لبعض. انا حاسه الانتخابات لا بجد. انا دلوقتي وحضرتك بتجاوبي على استاذ اشرف حسيت ان مجال الرياضه ده بعيد تماما، خدتني في حته تانية خالص، وبعدين فجاه الاقي الاستثمار والعقارات وحته تانية خالص ومتفوقه فيها، وبعدين فجاه تلاقي بتتكلم عن التوظيف. لا مجالات ملهاش علاقه ببعض. الاستثمار الرياضي ده يعني كمان والمنشات الرياضيه اللي هتسوق في الفتره الجايه من خلال وزاره الشباب والرياضه ودخول المستثمرين عليها، ده فايل مهم جدا جدا يعني تبناه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. لا ما شاء الله والحقيقه حقق نجاحات وحقق موارد لوزارة الشباب والرياضة ما كانتش موجودة في ظل ان الممتلكات موجودة، يعني الأصول موجودة،
لكن بس احنا مش عارفين نستغلها. مش عارفين نستغلها. هي دي دايما المشكله. يعني قد ايه دكتور اشرف صبحي ابتدى يروج للاستثمار الرياضي، ما خلاهوش بس في الادراج، وما خلاهوش حاجات اكاديميه الشباب والولاد بيتعلموها في كليات التربيه الرياضيه. لا الحقيقه ما هو الاستثمار الرياضي ملمس كده على البيزنس، وملمس على العقار والتطوير. واضح ان هو كله عند حضرتك الموضوع ده، انك بتعرفي ازاي تجمعيهم مع بعض. وكمان هو وجودي في الكيانات دي شرف كبير، يعني لما الكيان الرياضي يدور على ناس مهتمة بالمجتمع، فطبعا انا اللي ارفض؟ يعني هو انا طول ان انا اكون مع القامات الرياضية هو دي. انا بس اللي مستغربة ان حضرتك عارفة توفقي كل ده بالإجادة دي مع المجهود ده، وتبقي ربة أسرة وأم وزوجة. يعني بجد محتاجة ست قوية، وانا يعني حاسة بالفخر ان في سيدات في مصر كده. احنا ما يعني ما كناش عارفين قبل الانتخابات عن حضرتك كتير، انا ما كنتش عارفه مثلا، بس قصدي يعني بره مجتمعك ما كناش عارفين. لا ده احنا عندنا نماذج مشرفه. يعني روح حق الريس لما بيقول المراه المصريه، واقف داعم دايما للمراه المصريه، ده مش من فراغ. صحيح. ده مش مساله انتخابات، ومش مساله ان طبعا كل السيدات مصر كانوا دايما خلف الرئيس. لا ده اعتقاد داخلي بامكانيات وقدرات السيده المصريه. ده حقيقي. فده حقيقي ان انا هي فعلا كانت محتاجه الفتره اللي هي الخمس سنين اللي فاتوا دول السيده المصريه تبرز كل امكانياتها. النهارده سمعت الرئيس الحقيقه في الراديو كان بيتكلم عن فكره الانتخابات تحديدا، وحث الشباب والسيدات والرجال على النزول للانتخابات وعدم العزوف، وقال جمله يعني خلتني هبتدي من اول وجديد بطاقه كبيره جدا، فكره احنا على نقطه واحده من كل المرشحين. فكنت سعيده جدا جدا جدا، ولو كنت اعرف ارجع الراديو كده شويه عشان اسمع الجمله دي، لان الجمله دي ادتني طاقه جديده. دافع. لان مش ممكن نبس ابدا في المجتمع ان احنا مع ناس ومش مع ناس، وكل واحد يحارب لوحده كده هو في الوصول للانتخابات. الحقيقه كانت جمله النهارده مطمئنه. احنا معانا تليفون تاني من دكتور خميس شعبان، رئيس جمعيه المستثمرين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا دكتور خميس، اتفضل حضرتك. استاذ عبير مع حضرتك. اهلا بيك يا عبير. اهلا يا دكتور. شد حيلك، ربنا معاكي. ربنا معايا وانتوا معايا، واحنا يعني متعودين يا دكتور ان جمعيه مستثمري 6 اكتوبر لما بتقف يعني وتقتنع باحد مرشحيها في اي مكان، سواء الانديه او النقابات او البرلمان، الحقيقه لما بتقتنع باحد اعضائها بتدعم بكل قوة. وأنت الأب الروحي لمستثمري مصر مش 6 أكتوبر بس يا دكتور خميس. شكرا يا عبير. والحقيقة أنا عايز أقول حاجة، إن إحنا مش بندعم لوجه الله، إحنا بندعم لأنك أنت فعلا إنسانة كويسة محترمة دؤوبة إن شاء الله، طموحة، بتؤدي العمل على كما يجب، بتعملي خير كتير بغض النظر عن الاهداف بتاعته او النتائج بتاعته. الحقيقه انت ست او بنت مشرفه للمراه المصريه، ونتمنى ان احنا نشوف منك كتير ان شاء الله في البرلمان في الدوره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، ربنا ما يحرمناش منك. دكتور خميس، حضرتك عايز تسأل أستاذة عبير أي سؤال ليه علاقة بمشروعها الانتخابي أو جدولها الانتخابي؟ بتقولي حضرتك مش سامعة كويس. حضرتك عايز تسأل أستاذة عبير على أي حاجة ليها علاقة بالخطة الانتخابية بتاعتها؟ أصل الخطة الانتخابية بتاعت عبير هي أكيد الخطة الانتخابية بتاعت مصر كلها، لأن إحنا الحقيقة يعني عايزين ما يبقاش خطط على الورق. أيوة. بقدر ما هو حاجات تتفعل فعلا، والمرحلة اللي جاية محتاجة ناس تشتغل، ومحتاجة ناس تكون داخل البرلمان علشان تخدم وتساعد في سن القوانين. صح. والرقابة على الأداء الحكومي، وفي نفس الوقت أداء خدمات للمواطن عشان يحس بأهمية تواجد العضو في الشارع المصري إن شاء الله.
ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خميس شعبان رئيس جمعيه المستثمرين. وعايزه انوه تنويه بسيط، احنا دلوقتي ضيفتنا استاذ عبير عصام مرشح مجلس النواب رقم 44 رمز السد العالي. طيب احنا المفروض ان احنا نختم، انا هسيبك انت تختمي زي ما انت ابتديتي برضه يا نور، بس انا هقول لك على حاجه دي من قلبي ملهاش علاقه باي حاجه، احساسي الشخصي ان حضرتك فايزه ان شاء الله ان شاء الله، لان انا لو في دايرتك انا لازم هنتخبك، علشان انا شايفه انك حد مشرف ونموذج للمراه المصريه بجد كما نتمنى. انا بشكركم، والحقيقه كل التعب اللي انا بتعبه طول اليوم من ساعة ما أعلنت ترشحي الانتخابات بيضيعوا الكلام المحفز اللطيف اللي مفهوش مجاملة فزة زي كلامكم وزي كلام الدكتور خميس وزي كلام نور وكلام كابتن أشرف محمود. الحقيقة وكل يوم وكل ساعة يعني باخد كلمة بتشحن لي بطارية الطاقة. تستهليه حقيقي. وإن شاء الله يعني إن شاء الله تشرفينا. أوعدكم إن أنا لو نجحت هيبقى أول برنامج هعلن فيه نجاحي لنا في اللمة الحلوة. إن شاء الله تنورينا. إن شاء الله. أستاذ عبير حضرتك نورتينا وشرفتينا وبنتمنى لك من كل قلوبنا يا رب إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله حضرتك تضمني وتواجدك ومكانك في برلمان 2020. كانت معانا ومنورانا دلوقتي السيدة عبير عصام مرشح مجلس النواب 2020 رقم 44 رمز السد العالي. كنا في اللمة الحلوة معاكم ومع مها، مبسوطين جدا جدا احنا كنا معاكم النهاردة. أعزائي المشاهدين بنشكركم وإن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله، ولمة حلوة جديدة وموضوع جديد يهمكم بإذن الله. برنامج برعاية